وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. أخبر الله الملائكة بخلق آدم ليكون خليفة في الأرض، فكان سؤال الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فأجابهم الله بعلمه التام وحكمته أن هناك خير من خلق آدم، وكان لابد من دليل على علم الله التام وفضل سيدنا آدم عليه السلام. وهنا كانت لجنة الامتحان، امتحان للملائكة من الله عز وجل يثبت فيه بالدليل القاطع والحجة الساطعة إن سيدنا آدم أولى وأحق بالخلافة وعمارة الأرض. وعلم الله آدم اسم كل شيء حتى المكبر والمصغر زي القصعة والقصيعة والهرة والهريرة. وجت ساعة الامتحان، قال الله عز وجل للملائكة أخبروني بأسماء هؤلاء الأشياء إن كنتم صادقين في ادعائكم بأنكم أولى بالاستخلاف في الأرض من آدم عليه السلام. خلونا نتعرف أكثر على سيدنا آدم عليه السلام. خلق الله عز وجل آدم من قديم الأرض، ومعنى قديم الأرض الأجزاء المختلفة من الأرض. طب اسمه عرفناه، سيدنا آدم إيه كنيته؟ ليه كنيتين، أول كنية أبو البشر اللي كلنا نعرفها، والكنية الثانية اللي كتير ما يعرفهاش أبو محمد، نسبة لسيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه يقول إن الملائكة اللي خلقت من نور أكيد أفضل من سيدنا آدم اللي خلق من طين في جوانب عديدة، لكن ربنا سبحانه وتعالى ميز سيدنا آدم عليه السلام بعلم الأسماء كلها. كلنا طبعا فاكرين قصة سيدنا سليمان والهدهد، أعطاه الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وكان يحكم الإنس والجن. وعلى الرغم من قوة وسلطة سيدنا سليمان عليه السلام، جاء إليه الهدهد بما لم يحط به علما بخبر قومي سبق. وما ننساش كمان قصة سيدنا موسى عليه السلام والخضر، كان سيدنا موسى من أولي العزم من الرسل، ولكنه في سبيل تعلم العلم ظل يبحث عن الخضر الرجل الصالح. أول حاجة بنعلمها لأطفالنا الصغيرين أسماء الأشياء، بابا ماما تيتا، وفي كل مرحلة من مراحل حياته بنزود عدد الكلمات لغاية لما بيخش المدرسة وبعد كده الجامعة كمان. وإحنا كمان لما نحب نتعلم علم الأسماء بنستمده من الله عز وجل ومن الرسل والكتب السماوية. وللأسف الشديد في مجموعة من الناس بيحاولوا يزيفوا ويدلوا ويحرفوا الأسماء دي لأسماء تانية تتفق مع أهوائهم. قال تعالى في كتابه الحكيم: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. هتلاقي مثلا الخمر بقى اسمها مشروبات روحية، والربا بقت فوائد بنكية، والعري بقت موضة، وهكذا. وآخر حاجة إن كنتم صادقين. هل الملائكة تكذب؟ بكل تأكيد لا، لأن الملائكة مفطورين على طاعة الله عز وجل. المقصود هنا في الآية إن كنتم صادقين في ادعائكم بأنكم أحق في الخلافة من آدم عليه السلام. جزاكم الله خيراً.